السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. تجمدت شلالات نياجرا بأمريكا الشمالية جزئيا بسبب البرد الشديد، فهذه الشلالات لا تتجمد أساسا بسبب حجم تدفق المياه الكثيرة منها التي تقدر بأكثر من 6 ملايين قدم مكعب من الماء فوق قمة الشلالات كل دقيقة، ومع ذلك تجمدت. سبحان الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.